العين معا. إنما فعلتموه أيها الشباب العظيم هو مما يثير الفخر، ولكن العاقل من حسب حساب العواقب. وليس لنا أن نتوقع أن الملك الكندي سيسكت على قتل عامله. أنا أرى أن تعدوا أنفسكم لما يمكن أن تتمخض عنه الأحداث. أتخيفنا بالعواقب يا مرة؟ إن يكن قتلنا الملوك خطأ أو صوابا فقد قتلنا لبيدا وجعلنا مع الملوك ملوكا بجياد جرد تقل الحديدة. اسمعوني يا قوم، لقد بدأنا هذه الحرب وسأدفع بالأمور إلى حيث تسترد كرامتنا. لم يكن لهم أصلا أن يأخذوا منا هذه الجزية، وأنا أرى قبل أن ننتظر رد الملك الكندي أن نرسل إليه من يطالبه بما أخذه منا في السنوات السابقة. هذا هو الشطط بعينه. أتنتقدون قتلي للبيد؟ أنا لم أطلب من أحد منكم مؤازرتي في ذلك. لا يا أخي، ما هكذا يكون القول. أو تعلمني كيف أحكي يا سلمة؟ حاشاك يا أخي، لكن... وقبل أن تعلمني كيف أتكلم تعلم كيف تجلس بشكل تحترم فيه من هم أكبر منك سنا. وكيف علي أن أجلس؟ لا تحتبي في حضور من هم أكبر منك سنا. أرى أن وائلا ثائر الأعصاب وليس من الممكن الحوار معه اليوم. فليذهبوا، هذه حربنا ونحن أهل لها. إن تلمني عجائز من نزار فأراني بما فعلت مجيدا. نسعر الحرب بالذي يحلف الناس به قومكم ونذكي الوقود، أو تردوا لنا الإتاوة والفيئة ولا نجعل الحروب وعيدا. وهذا يا مولاي حملته معي من بلاد الشام، وأنا أصلي للآلهة أن يعجب. رائع. ليس في بلاد الشام كلها إلا اثنان منه. وأين الثاني؟ كان معي يا مولاي. كان معك؟ وأين ذهبت به؟ أخذ مني في الطريق يا مولاي. أخذ؟ ومن أخذه؟ لا لا يا مولاي، لا تفهم الأمور على غير حقيقتها. أخذ مني ولكن ليس رغما عني، أنا تنازلت عنه برضاي. وهل تعرضين بضاعتك على غيرنا قبل أن نراها؟ أمعقول هذا يا مولاي؟ الذين أخذوها مني هم أقربائي بنو وائل الذين يؤمنون حمايتي. وهل هناك من يؤمن حمايتك أكثر منا؟ إنهم يحمونني قبل أن أصل إلى ملكك يا مولاي. وهل عندهم من يستحق أن يضع على رأسه تاجا؟ هل عندهم ملك؟ بل ملكة يا مولاي. ملكة؟ أنا لم أسمع بملكة في بلاد العرب. ستسمع هذا الآن. ملكة على عرش الجمال، إنها ابنة أختي. منذ عامين كانت صغيرة، وحين عدت هذا العام وجدتها كالبدر في تمامه والنسيم في سلامه. شعرها ليل تتوه فيه الخيل، وجهها صباح، وعيناها أقاح ترميان الطير من أعالي السماء، وابتسامتها تشف عن لآلئة لا يشف عنها في البحر الماء.
ومن هي هذه الحسناء؟ إنها ابنة أختي الجليلة، بنت مرة بن ذهل. نبهان، أسمعت يا نبهان؟ أريد هذه المرأة، أريدها هي والتاج الذي أخذت. لا يلبس تاج إلا بإذني وفي مملكتي. أرسل لي جيشا يجلبها لي في الحال. هيا. ولم الجيوش يا مولاي؟ أرسل نبهان ليطلبها لك من أهلها، وسيكون من دواعي سرورهم وفخرهم أن يصاهروا ملكا مثلك لا يحلمون بالركوع بين يديه. العرب يوالون بالمصاهرة يا مولاي أكثر مما يخضعون للقوة. ما اسم قومها؟ إنهم بنو وائل. وهل تلك الفتاة، ماذا قلت اسمها؟ الجليلة. وهل تستحق هذه الجليلة أن أخضع القبائل من أجلها؟ إنها أجمل بنات العرب، تقول للبدر قم لأجلس مكانك، الصدر بلاط حمام، والفم خاتم سليمان. تبالغين لتزينيها في عيني؟ أنا لا أجرؤ أن أكذبك القول يا مولاي، لا أستطيع أن أصفها بأكثر مما وصفتها لك إلا بأن أقول ليس من سمع كمن رأى يا مولاي. سنرى ما نقرره في أمرها. حالة كهذه لا يحب أن يقاطعه أحد. ألا يهنئني أحد بالسلامة؟ ابقى هنا أنا أهنئك. ماذا جلبت لنا؟ كم تغيرتم يا أختاه، ألم تعودوا تتحدثون إلا بما جلبته أو لم أجلبه؟ أليس لأنك أنت تغيرت وصرت تاجرا؟ درعان، كيف حالك يا أخي؟ بخير. أكنت تسأل أختك لماذا لا يهنئك أحد بالسلامة؟ كنت أمازحها، أنا الذي جئت أهنئكم بالسلامة وبالنصر. شكرا لك يا درعان، مع أننا افتقدناك في هذه المعركة. وجودك كافٍ يا أخي، وأنت تعرف أننا لا نقصر عند الضرورة. على أي حال نحن مقبلون على ما هو أشد، فلتبقى معنا. طبعا طبعا، كم تريدني أن أدفع؟ أنا جاهز. قلت لك فلتبقى معنا، ولم أقل لك كم ربح. أتفهم؟ أفهم طبعا أفهم. ولكن أن يمنع أخاه أن يحتبئ في حضوره، هذا ما لم يقم بالحسبان. وما شأنك أنت بهذا؟ مسألة بينه وبين أخيه. ما يعنيني أنه لو تمكن من زعامة حقيقية لقومه لصار جبروته أكثر من الملوك الذين يثور عليهم. هذا كلام في غير أوانه. اسمعوني جيدا، ما يضير التغليبيين يضيرنا، نحن معهم أبناء عمومة، ولئن استفرد بهم الملك الكندي فلن يوفرنا بعدهم. إن معركة ابن أخي وائل معركة حق، ولذلك نحن سنساندهم. وهذا يعني أن المعركة إن وقعت فإنها ستكون معركة معدن كلها، ولن تكون وقفا على التغليبيين أو البكريين. تهرب من الدنيا كلها، لكنك لا تستطيع أن تهرب مني. أنا لا أهرب من أحد يا جليلة، ولكنني لا أريد أن أحمل مغبة عملي لأحد. كان هناك ما رأيت أن علي أن أفعله ففعلته، ولست نادما ولو أطبقت علي جيوش الأرض كلها. أنا لا أصلح لعيش كهذا يا جليلة، إما أن أكون سيدا على هذه البلاد وندا لملوكها، وإما لا حياة لي فيها. بل أنت سيدها وخير من ملوكها. لا تتورطي بي يا جليلة. لأنا تقول ذلك يا وائل؟ لك ولغيرك.
لا أريد أن أورط أحدا معي فيما أنا فيه، ولكنني متورطة بك من قبل ومن بعد، ولن تغير أنفتك ما بيننا. أخشى يا جليلة أن يكون لما جرى أثر على ما بيننا. له أثر طبعا. أما قلت لك؟ وأنا أقول لك إن ما جرى قد جعلك تحتل مكانة في قلبي تفوق المكانة التي كانت لك. أنت فخرنا وحامي كبرياءنا. لكن أباك يتخوف من العاقبة. أبي رجل عاقل يحسب لكل شيء حسابا. كأنني لست عاقلة. بل زينة عقول الرجال أنت. المسألة أنه يجب أن نفكر بالعواقب. ولكن الكرامة يجب أن يتم الدفاع عنها دون تفكير بالعواقب. وأبي يعرف ذلك أيضا، ولكن التحسب للعواقب لا يضير. إن كان هذا ما يراه فلما يلومني أمام الآخرين؟ هو لا يلومك يا وائل، هو يريد التبصر بالعواقب لكي يتحملها معك. لا، لا أحد يريد تحمل العواقب معي، وأنا لا أريد تحميل العواقب لأحد. سأتحملها وحدي. حتى أنت تستطيعين أن تعفي نفسك من أي مسؤولية معي. اسمع يا وائل، أنت تريد أن تهرب من الجميع، توجه إهاناتك هنا وهناك كأنك تريدهم أن ينفضوا عنك لتواجه مصيرك وحدك. أنا فعلا أريد أن أواجه مصيري وحدي. قد يكون لك ذلك بالنسبة للجميع، ولكن ليس بالنسبة لي. توجه إهاناتك إلى أي ممن هم حولك فيغضب وينصرف، ولكن أنا لن أغضب ولن أنصرف. ألم نتفق على أن لا كبرياء في الحب؟ وكما ترى، حتى لو نفرت الجميع لن تستطيع أن تنفرني منك ما لم تقل لي بأنك لم تعد تحبني. لن أثقل عليك بأكثر من ذلك. سأتركك الآن إلى خلوتك مع نفسك. جليلة، شكرا لك، كنت في حاجة إلى هذا الكلام. كنت في حاجة إلى من يحبني ويثق بي، وإلى من يتشبث بك ويجبرك على الاعتراف بأنك ما زلت قادرا على أن تحب.